على الله أوقاتكم. احنا يلا عمو زكريا الحايد، احنا سبق وان وثقنا شغل عمو زكريا، ولكن احنا هسه عندنا كل الطلبات، لانه الكل قالوا انتم ما ناطين حق الفيديو السابق، فهسه عمو هو دا يشتغل يعني شغل عادي، احنا بس راح نقرر. عمو صار لك كم سنة انت تحوش؟ ستين سنة العفو. نعم. وهي أنا مهنة متوارثة. أنا عمري 7 سنين ونزلت بعد شهر. سبع سنين ونزلت بعد شهر. مواليد 39. انت مواليد 39، الله يحفظك عمو. هذا الدولاب هسه أنا بخير. اي عمو. لو كان خلي نعبر، ما نحكي بالسياسة بس. اي. لو كان الحكام مالنا أوادم. اي. هذا كله ما كان استوردوا، بس كله استورد. احنا كانت عندنا معاملنا. معاملنا كان بكثرة. بالموصل كم معمل. اي. بالديوانية بالعمارة بقود. اي حلة. حلة. اي. هاي كلها معامل كانت، كلها معامل نسيج. اي عمو الله يحفظك. هاي الشغله هسه كملت. اي. وش؟ اي. يا الله. يا رب. وياكم زهرة زنقنة من يم عمو زكريا. نهاية عملية المكوك، هو هذا المكوك شلون يروح ويجي؟ هذا المكوك؟ ايه يجي ما بيجي. هسه عمو دا يحط شاروكات، هنا يسموها الشالات، احنا بالكردي نسميها شاروكات. شاروكات. ايه عمو بالكردي هي شاروكات وبالسورة شال. شال. بالسورة شال. عمو هاي الجومة من قبل كم سنة أنت مسويها؟ هذه؟ إيه. هذه من جينا لهنا هاي صار لها 65 سنة عمرها هاي الجومة. هاي الجومة عمرها 65 سنة. مصابتها هنا 65 سنة. يعني عمو شوف الخشب مالتها شلون ناعم من كثرة الاستعمار.
هذه صار لها 65 سنة. شغلتنا قديمة. إيه. أول ما بدينا كنا نشتغل بعد. إيه. هاي اللمبة. شو يسمونها؟ اللمبة اللالة. اللالة. لا لا. إيه. لا لا. هذه كنا نشتغل بها. اللمبة. ما كان أبو كهرباء. إيه. وكنتوا حسب ما قلت لي أنت أهلك أجدادك كانوا نساجين قماش. نعم قماشي قماش هذاك هذاك. لكن احنا نسميه باديوس. اي باديوس. هسه هاي شو اسمه عمو هذا؟ سيف ركز لي على هاي عمو. اللي هو متعلق على الحايط، اسمه هذا شنو عمو المشط؟ هذا المشط. المشط. هذا كله يسمى تابع المشط. المشط. ركز لي على عمو رجليه شلون كل جسم عمو دا يتحرك. سبحان الله يعني من الصبح انت ببالي قلت والله قلت اقول الهنا وشو انتهت ما ادري نسيت ما ادري ايه انت انا ببالك وجيتك وانت جيت والله عمو شوف الساعه سبحان الله صار مرتين احنا نجيك بدون موعد سبحان الله احنا البارحة كان الافتتاح مالت المتحف مالتنا عمو اه وين المتحف مال بغداد للتراث السرياني اه اي ف يعني البارحة كنت هنا اي اه عمو اكو اقبال هسه غير بس على الشالات؟ هسه ماكو اقبال بس على الشالات. بس على الشالات. اي نعم. اي. انا رحت ما اشتغلت للشمال لو اشتغلت للشمال سجان. اي. كان هسه طيس علي بس ما اشتغلت. هاي اول وحده نسجتها انشبكتني فيها. اي هاي اول وحده؟ لان هذا اكثريتي يستعملوا كرات بس. اي. اشتغلنا مع محمود سنة ونص. اها. دلكرات. اي. اشتغلنا جاجيب، اشتغلنا سجاد. ما خلينا شيء اشتغلنا. سنة ونص ضلينا قضاء محمود. هذا اربيل من جينا احنا بالسبعينات من جينا الاربيل ماكو. ما لا بناء ولا قرى بس هسه بس هسه اربيل جنة هسه هسه ابانك صايره وين؟ اي وهذا انجاز يعتبر عم انجاز شلون؟ جماعتنا منتهين بالبول